بعد القرار الأخير الذي أو حزمة الإجراءات التي أصدرها المجلس الرئاسي وإعلانه لحالة الطوارئ وكذلك القرار القاضي بإغلاق المحال التجارية والمقاهي، نحن الآن نتواجد هنا في حي المطاعم والمقاهي بمنطقة جرابة وسط العاصمة طرابلس. هذا الشارع وهذا الحي كان يكتظ بالمارة وبالزبائن خلال هذا الوقت من اليوم على تمام الساعة 4:30. الآن كل المقاهي والمطاعم في هذا الحي أقفلت أبوابها منذ الساعة 4 في ظل التزام أصحاب المقاهي والمطاعم، وأيضا أصحاب المطاعم والمقاهي لديهم بعض التحفظ على هذا القرار رغم التزامهم وتأكيدهم على أن صحة المواطن مهمة، لكن هناك أيضا بعض المشاكل التي يعاني أو يود أصحاب المطاعم والمقاهي الحديث عليها لإيصالها للدولة. لربما نتعرف على هذه المشاكل من خلال أحد أصحاب المقاهي في هذا الشارع. أخي لو تحدثنا عن يعني تقبلكم للقرار الأخير بإقفال المطاعم والمقاهي على تمام الساعة 4، أو شن المشاكل اللي لربما تواجهونها نتيجة هذا القرار؟ نتقبلوا القرار، هذا شيء طبيعي، احنا مواطنين ليبيين وما رضوش الليبيين ينضروا، وقرار الدولة ضروري يطبق، بس حتى الدولة لازم تراعي المواطن اللي مأجر، يعني بيقعد يدفع في جاره وهو مسكر، المفروض يدير لنا قرار، يتخاطبوا رئيس الوزراء، يخاطبوا وزارة الاقتصاد، انها تكلم مالي العقارات، يخفضوا الإيجارات للناس. قصدي باش الناس تقدر تقاوم الحياة، يعني ظروفها يعلم الله بها والوضع قدامهم، نص الناس قاعدة في حياشها، وبالعكس شيء جميل نسكروا الساعة 4، كنا مفروض سواسية، لكن لازم يكون عادل للجميع، تسكير للجميع. يعني يجوا لي قهوة مثلا يبيع لها في قهوة يعطي فيه في دك طول قهوة. قصدي مفروض يكون في عادل للجميع، عادل يعني متساوية، وإن شاء الله ربك يسهل الحال، الحمد لله الوضع كويس ونطبقوا القرار. يعني إذا بين تحفظات أصحاب المقاهي والمطاعم وأيضا بعض المواطنين حول القرار الأخير أيضا وترحيبهم بهذا القرار، يستمر إقفال طبعا المطاعم والمقاهي خلال هذه الفترة منذ بداية هذا الأسبوع، وتتواصل العملية تدريجيا كما ذكرت. من حي جرابة أو حي المطاعم والمقاهي بمنطقة جرابة وسط العاصمة، محمد النبوت، ليبيا الأحرار.